السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البنات، اليوم جبتكم هاد الفطائر أو الرغائف بشكل جديد، والصراحة كيجيو مزيونين ورطب، روعة روعة كما كتشوفوا. وهذا الرغايف عملتهم بديك العجينة اللي سبق لي حضرت، اللي حطيت آخر فيديو عندي في القناة، نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف. الصراحة كيجيو رائعين، والحشوة ديالهم اقتصادية وروعة روعة كتجي. ودابا غادي ننتقلوا مع المقادير. نبداو مع المقادير. عندنا واحد القرعة خضراء، واحد جوج الجزرات كبارين، واحد جوج البصيلات، والفلفلة عندي هنا حمراء وخضراء وصفراء كما كتشوفوا، واحد زليفة، 300 غرام د الجامبا اللي هو الجمبري، شوية الزيتون، وعندي هنايا معلقة الكيمون، ومعلقة بودرة الثوم، ونص معلقة الهريسة اللي هو الفلفل الحار، ومعلقة الخرقوم، ومعلقة بابريكا، والملح. بسم الله على بركة الله. أول حاجة كنقوم بها هو كنقلي ديك الجامبا واحد شوية، ماشي بزاف، غير كان باش كتطلق ديك الماء ديالها والمذاق ديالها، باش من بعد ملي نجي نشحر فيه من الخضره يعني ديك المذاق يجي قوي شويه في الخضره ديالنا. وكيف ما كتلاحظوا تلقت الماء ديالها والمذاق، دابا كنزولها وغنبدا نشحر الخضره ديالنا. من بعد ما زولنا الجامبا من المقله، عملت فيها البصل وكنزيد له الملح باش كيطيب ما بغيا، وكنشحروا واحد جوج دقائق، ومن بعد كنزيد عليه الفلفل. دابا كنزيد الفلفل. انا عندي هنا الفلفل الحمار وخضر وصفر، ولكن ماشي انا زعما بغيت نعملو هيدا، وانما انا كنشري هيدا، كنشري الميكا فيها كيلو، كيجي مقطع هيدا، كيجي فيه الخضر والصفر والحمر، كاين طروفه كيجيو كبارين، نقصوا منهم على حساب الذوق ديالكم. وبالنسبه للفلفل الا شريتوه بهالطريقه هذه، انا كيطيح لي الصراحه كيطيح اقتصادي على تشري الفلفل يعني طري، لانه طري ثلاثه الفلفلات كيسوا لك 2 اورو، وكيكون فيه نص كيلو، هذه يعني فيها كيلو وكطيح ب 2 اورو و 29 سنتيم، يعني اقتصاديه. من بعد ما شحرنا الفلفل والبصل، كنزيد دابا عليها هذيك الجعده محكوكه وديك القرعه محكوكه حتى هي، انا كنحك. ملي كطيب الخضره نص طياب، كنعمل لها التوابل كما كتشوفوا، وكنبقى نحرك فيها، كنستمر بالتحريك حتى كطيب لنا. قبل ما تطفيو النار بواحد جوج دقائق، كتزيدوا عليها ديك الجامبا. الجامبا اصلا يعني انا قليتها شويه في الاول، وما كتحتاجش يطيب بزاف، يعني غير كتخلطوها معها هكذايا شويه واحد جوج دقائق، ومن بعد كتطفيو البوطه، ومن بعد كتزيدوا لها الزيتون. من بعد انا زديت لها الزيتون، وكتخليو الحشوه تبرد، وكتعمروا العجينه ديالكم. ودابا كنبداو نعمروهم على بركه الله. هاد العجينه البنات انا خلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. هذه اللي حضرت في اخر فيديو. الصراحه هذه العجينه رائعه، كتجي الصراحه روعه. تقدروا تستعملوها في المالح او في الحلو كما حبيتوا نتوما، يعني لا بغيتوا تستعملوها في الحلو كتزيدوا السكر وكتنقصوا الملح، بغيتوا تستعملوها في المالح كتعملوا الملح على حسب الذوق وكتنقصوا في السكر. وكيف ما كتشوفوا الطريقه سهله، يعني ديك القريصه د العجين كترقم هذا على الطابله، وكتعمل فيه من حشوه. وملاحظه اللي عندي هو انه ما تدقوهمش من الوسط بزاف، يعني من الوسط خليوهم يكونوا غلي الضين، دقوا عليهم من الطرف احسن. وانا شخصيا يعني كنبقى نعمل لها هذا، ونقطع على ديك شوج العجين اللي كيجي زايد، باش كتجي العجينه فحال في الفوق فحال في التحت، ما كتجيش واحد الجهه فيها العجينه بزاف وواحد الجهه كتجيها يعني كتجي رقيقه، هذا باش كيجيو العجينه متساويه. دابا نعاود لكم وحده،
كما كتلاحظوا يعني كنقرص يعني على الطرافات في الوسط قليل، فكنعمل يدي في الوسط العجينة. ودابا كنشبر وحده على حساب التشبيه، كذا تلقوها هيدا على شكل مستطيل. انا كل كطريف العجين هذا يعني كل رغيفه كنخرج منها 3 د التشبيكات، يعني نشبك منها على 3 د الرغيفات. وكيف ما كتلاحظوا البنات يعني الطريقه جد سهله، كنعمل ديك الشبيكه على الرغيفه ديالنا، وكتجر العجينه من الجناب ديالها من هناك ومن هناك باش كتجي ديك الشبيكه مشابكه، يعني ما كتجيش مشدوده. واللي ما عندهاش البنات هذا المرشم كيمكن لها تستعمل الموس، كتلاق العجينه هايدايا وكتبقى تقطعو بالموس يا ولا بالقطعه ديال البيتزا حتى هي كتنجح، ولكن تحاول تبدع في هذا الشيء. هذا انا الصراحه ما خرجت لي شي مزيونه حتى لتم، هانتوما عاد تشوفوها من بعد. مهم انا كنعطيكم فكره وانتوما كيمكن لكم تحسنوا هذه الفكره هذه. ومن بعد ما ساليت الرغيفات ديالنا دابا كندهنهم بصفار البيضه وشويه ديال الحليب، ديك الحليب باش ما كيعطيش ديك النهكه ديال البيضات، وكنخشيهم في الفران على درجه الحراره 180 درجه مشعوله من تحت ومن الفوق، وملي كتشوفوهم حمارو هذاك هو الطياب ديالهم. ودابا الرغيفات ديالنا ها هما طايبين والصراحه جاو رائعين جدا، هذه اللي رشمتها بالموس كما كتشوفوا، والصراحه جاو روعه، وحتى الحشوه كتجي مزيونه هذه الحشوه هذه. وبالصحه والراحه البنات، وصلنا لنهايه الفيديو. اللي اول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لك فضلا وليس امرا شارك في القناه وقم بالضغط على زر اشتراك، وجزاكم الله خيرا جميعا، ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.